نقول لك بالنسبه لهاد الشخصيه بالعكس اخو الاخ هو اللي كنلاقي مشكل معاه، حيت كلمه جوج كنقول القانون المراه ما تجيش تهضروا معايا. اللي نقدر نقول لك يعني بصفه عامه الاخ المغربي دائما عارفين بانه كيحيط لو كيحاول ما امكن يحمي الخواتاتو، وهو هادشي اللي هو الاخ ديالنا عزيز هادشي هو اللي دار في السلسله. وفي نفس الوقت كيتلقى واحد التلاحم ورخاء وما فاهمينش وما محامليش مع بعضياتهم، ولكن عمرو ما يسمحوا ببعضياتهم. هادي احسن ميساج نقدر نقول لك سيتكم كيقدموا. صراحة كاينين دو بروجي ولكن ما نقدر نعلن على حتى شي واحد فيهم. حدي واحد اللي نقدر نقولو حيت خاص بيا 100% يوتيوب شانل، غادي ندير واحد اليوتيوب ديالي وفي نفس الوقت غيكون فيها الكواليس ديال خوخواتاتو. ونتمنى الناس يشوفوها ويشوفوا بالمنظور ديالي كممثلة من البلاطو واستوديو جاكاروندا بواحد الطابع آخر شنو كان واقع في الكواليس. التجربة كانت زوينة بزاف حيت كانت صورتها في المغرب وصورتها في مومباي، وكان البيرسوناج اللي مختلف عليا 100% وكان أمنية ديالي نمثلو. كان بيرسوناج نادية كادار اللي كانت شخصية أفغانية أمريكية وكنهضر باللغة الإنجليزية، محاربة مقاتلة. راه صورنا في ورزازات طنجة ومراكش، وكان كلشي كانت كلشي غير بالسلاح كلاشنيكوف وخاصنا نجريو الصحراء. وفي نفس الوقت كانت هذيك الشخصية بالضبط كان عندها واحد الجانب اللي هي أم، ولكن لما كتشوفها بنا محاربة ما كتبانش فيها بنا راه أم. يعني اش غنقول لك، المهم كنحس بأحلام طفولة كتحقق بفضل التمثيل. بينا فيا كنطيب. شكرا على الصراحة ديالك. هي الصراحة أنا ما كنطيبش، يعني الأساسيات أنا أصلا باينة في ما كناكلش بزاف. في رمضان كنبقى بحال هكاك، يعني ما كتزاد عليا حتى شي حاجه من غير الوالدين ديالك كيتشهاو شي حاجه انت كتجمعي معاهم. دابا مابقاش بزاف كنقدروا نتلاقاو في الغداء في العشاء، ما في رمضان 100% كنتلاقاو وكتكون كنقول لك انا بالنسبه لي النهار كيدوز عادي، يعني حيت مولفه ما كناكلش بزاف. يعني بالنسبه لي بحال الصايمه دابا كنهضر معاك باقا كافي نواخ اللي واخده. الوغ ملي كتوصل في الاخر ديال النهار من بعد داك العياء وكترتاحي وكتجمعي مع العائله، من بعد كاين اللي كيكون عنده طقوس الدين كنمشيو للتراويح ولكن غير اللي كيرتاح كل واحد شنو. انا بلوس في ذاك الوقت نقدر نقول لك كنت فوكاليزا بلوس على الكتوبه ولا شي افلام جداد ولا دي زارتيكل. اون جينيرال كنبقى مقوقعه في بلاصتي. بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وكاع داكشي الزوين اللي كتمناو. وفي خضم هاد الصراعات كاملين اللي كنعيشوها في حياتنا اليوميه، المسلسلات المغربيه والانتاجات المغربيه كاملين هنا غير باش يخفوا عليكم ويفرحوكم وتكون واحد اللمه، وتمنى داكشي اللي كنديروا يكون درس للعائله بان ديما تبقى مجموعه.